السلام عليكم إخواني أخواتي، كيف حالكم؟ يعني السوريين بدأوا يدخلوا للجزائر، الآن بدأوا في مرحلة الضغط على الدولة الجزائرية باش يطالبوا بحقوقهم، يعني بحقوقهم الإقامة والجنسية وحرية في كل شيء، التجارة، البزنسة، امتلاك العقارات. يعني راهم يمشوا خطوة بخطوة، مشارقة عندهم قوة الصبر، قوة التحمل. يعني مع مرور الوقت عارف، يعني كي يكونوا عندهم أولادهم من الجزائريات، يعني هم يخطوا من على 50 سنة، أولادهم من الجزائريات ويكون عددهم كبير وتكون عندهم جالية كبيرة، يعني ثم ينتقلوا إلى المرحلة الثانية والثالثة، يعني هما معولين على الجيل الثاني والثالث. ولكن العجيب اللي محيرني صراحة، سواء في السوريين أو العراقيين، هما في بلادهم متقهرين في بعضهم بعض، يعني سلاح الحروب، يعني المعارضة تاع النظام وتاع حروب بيناتهم، لكن في الجزائر تلقاهم قاع يخدموا مع بعضهم بعض، قاع موحدين. يعني شيء عجيب وغريب، وتركيزهم كله، يعني يخدموا في السر، تركيزهم كله على النساء وعلى المرأة الجزائرية، طريقة خبيثة في اصطياد المرأة الجزائرية. هي ضعيفة، هي نقطة ضعف الشعب الجزائري. يعني صراحة المرأة الجزائرية يعني هي اللي تصلح البلاد وهي اللي تفسد البلاد للأسف، هي اللي دمرت الجزائر وهي اللي تحمي الجزائر للأسف. المهم إخواني أخواتي، تابعوا هذا الفيديو ثم نعلق تابعوا. طلت صباح لهذا اليوم اخترناها للحديث عن صالون الحلاقة الخاص بالنساء، خاصة وأنه من أنامل سوريا. فالسيد فادي اختار هذه المهنة منذ أكثر من 15 سنة خدمة للمرأة الجزائرية. تابعوا معي في هذا الروبورتاج. خدمة للمرأة الجزائرية، يعني على المرأة الجزائرية. أسمع أسمع، احنا ما عندناش هيك تاع النساء اللي يحفوا النساء كوافيرات، يعني يكونوا رجال الا المتحررين، يعني هما هنا اذكياء، هنا هنا يصيدوا النساء تاع اللي عندهم نفوذ، نساء متحررات او نساء اللي عندهم نفوذ، نساء اغنياء، نساء تابعين للمسؤولين، هنا يبداو يصيدوا، يديروا اشخاص وسيمين، يغروا البنات، يفتنوا البنات، يتزوجوا بنساء غنيات، نساء ليكاد، نساء عندهم نفوذ، يتزوجوا بنساء يعني أو فتيات أبناء أغنياء. يعني هم هدفهم السوريين هكذا، يعني هدفه الأول لما يكون وسيم ويكون جميل يتبعوا النساء الثريات وفتيات الثريات باش يصيدوهم، باش يزيد اختراق المجتمع الجزائري، بيزيد اختراق يعني السلطة العالية العليا باش يتمكنوا غير بالعقل. هما عندهم الأموال ويستغلوا النساء عن طريق الزواج، وهذا أسلوب يستعمله كل المشارق، يعني كل الدول الأجنبية. المهم النساء هي نقطة الضعف. تابعوا ثم نعلق. فادي من سوريا، طبعا حلاق نسواني، جيت للجزائر بال 2005. طبعا كان لنا صالون في سوريا نحن، وكان في عندي زبونة جزائرية، و
اقترحت علي انه اجي اطلع اجرب الخدمه بالجزائر اكيد، واجيت وعجبني الوضع. الزبونة الجزائرية، أنا قلنا لكم النساء، النساء هما اللي راهم يجيبوا فيهم. النساء هذو الغبيات الحمقاوات هذو اللي تبلينا بهم هما اللي راهم يجيبوا فيهم. يعني كل مشرقي اللي حوس يجي للجزائر هدفه هي أعرف لي وحدة جزائرية أو وحدة شبه جزائرية هي راه يجي فيه. يا للأسف يدمروا في بلادنا، يدمروا في المجتمع تاعنا، يدمروا في النسيج الاجتماعي تاعنا، يعني بكل سهولة. يا للأسف يعني ما كان وعي، ما كان ثقافة. تتعامل مع واحد أجنبي كشغل تتعامل مع ابن بلادها كيف كيف. يعني هذا أجنبي ما تعرفوا له أصله منين ولا عقليته منين، هل هو صهيوني، هل هو عدو، هل هو يليق بها. يعني حفف ننسى قالت له أرواح الدعوة راهي محلولة هنا في الدير، غير روح وتسهل له كلش، يسهلوا لهم كلش باش يتزوج بها ولا ما يشحرف. شت العقلية تاع الفارغة، عقلية زيرو تاع البنات اللي تسمي روحها جزائرية. تبعوا إخواني أخواتي. والحمد لله صار لي من 2005 هون. الحمد لله منيح الشغل هون. الجزائر بشكل عام عجبتنا، إن كان بالجو بلا بالشغل حتى بالشعب، وأوضاع كتير منيحة الحمد لله. طبعا عندي صالون دو كوافير نسواني، بشغل تقريبا كل شيء، ميش كولور اكسونسيون كيراتين بوتوكس كريستالين كوب بروشينغ كولور، بنشتغل كل شيء. طبعا سبيسياليتي تبعنا مثل ما بتعرفي لان على موديل تاين داي، سبيسياليتي تبعنا تاين داي اكسونسيون، عندنا كيراتين حاجه منيحه. طبعا في شيء برودوي بنجيبه منهم من الجزائر، في عنا شي بخودي نجيبه من برا الجزائر على حسب متطلبات الشغل طبعا، حسب كل زبون ومقدرته. في شي بيكون يعني غالي شوي، في شي اسعار متوسطه على حسب كل زبونه وشو بتعمل. طبعا في الشغل بهالوقت الحالي هيك في الشتاء في الاول في فصل الشتاء بشكل عام بيكون الشغل شوي خفيف، بس يعني بشكل عام الجزائر شغل كتير منيح. المرأة الجزائرية بتحب تدير بالها حالها، بتحب يعني تدير، وخاصة شعرها كتير بتغير لون بتغير شكل، بتحب كل فترة وفترة تبدل. طبعا بشكل عام المرأة بشكل عام بتحب التغيير كتير، احنا بنحاول نلبي هاي الطلبات، نحاول نرضي المرأة بشكل عام يعني ماكسيموم تبعنا. أول ما أجينا شيء جديد عندي زباين، صار في عندي العالم تعرفني بتجي لعندي على المحل. وطبعا أكيد بعد السوشيال ميديا صرنا عندي صفحة على الفيسبوك، عندي صفحة على الانستغرام، بنحط فيها شغلنا، بنحاول نعرف الناس على شغلنا، الأسعار، أوقات الدوام، كيف الشغل بنشتغل عنا. ويعني في زبونة بتبعت زبونة، وعلى الفيسبوك ناس بتجي بتشوف شي جديد بتجي لعنا بتجرب، على الانستغرام نفس الحكي، على اليوتيوب نحاول نحط فيديوهات شوي لشغلنا، وبهالطريقة بنشتغل. يعني طبعا تعمل وحدك تعمل هلا نحن هون بصالون عندي خدامين جزائريين، عندي خدامين سوريين، بنحاول يعني نشتغل اللي بيكون الشيء اللي بيطلع على الشغل. طبعا عندنا فرع في العاصمة بديل إبراهيم بودي كارعة، وعندنا فرع في وهران في سانتوبير كما بنك البركة.
نحن طبعا بشتغل هون بالعاصمه، وعندي اخي الكبير كمان هو اللي بيشتغل بوهران. نحن العائله بشكل عام يعني كلياتنا حلاقين نسوان، عندي اخي الصغير كمان بيشتغل معي. سمعتوا إخواني، عائلة كومبليت جاب عائلته وقاعد يخدموا في حلقة النساء. يعني اكتشف هي جابته وهو جاب عائلته وهي رايح، وزيد النساء جزائريات نساء مع سوريين. يعني السوريين هكذا خدامين، وش يجيبوا نساء جزائريات يجيبوها خدامين سوريين. وراكم عارفين لما يكون اختلاط كيف يكون الحالة. هذه هي وين راهي رايحة، الكوارث اللي راهم يديروا فيهم الأشباه الجزائريات، الكوارث يعني كوارث عظيمة صراحة. يعني تخيل انت جبتي واحد وجاب عيلة تاعو، والأخرى عندك وجابت واحد، والأخرى جابت واحد، والأخرى جابت واحد، يعني انت كيف راح تكون؟ كيف راح تكون انت؟ راح تكون معمرة بالأجانب، وأجانب بعدك يطالبوا بحقوقهم، تولي عندهم جالية ويطالبوا بحقوقهم وبجنسية ويطالبوا بإقامة ويطالبوا بحق امتلاك العقارات ويجوب الأموال رؤوس الأموال. وعندهم يعني أسلوب تاع التجارة والبزنس يعني جماعي منظم، يعني يخليهم يستحوذوا على الأموال، يستحوذوا على سوق العمل وسوق التجارة، وتولي عندهم قوة مالية وقوة تجارية تأثر على السياسيين، وتولي عندها نفوذ في الدولة ويكون تأثيرهم كبير في الدولة. وهنا تنتهي دولة اسمها الجزائر، وهنا تولي الجزائر تحت سيطرة أباطرة المال، أباطرة المال أجانب. هذه هي الحقيقة، وهذه هي هذه هي القواعد رؤوس الأموال العالمية، وهذه القواعد. يعني يا تثبت نفسك يا تكون ضحية، تكون ضحية وتكون فريسة للآخر. على كل حال الله يصلح حوالنا، بلادنا صراحة ترى نشوف فيها يعني كل شمال إفريقيا راهي في خطر، والأجانب راهم يقبلون عليها بكثرة، وهذا مما يثبت بأن المشروع تغيير سكاني هو على قدم وساق. لهذا يجب على شعوبنا يكونوا واعيين ويكونوا يخدموا عقولهم. هذا ما عندي إخواني، والسلام عليكم.